عندي معاملة يكون الدكان. اي والله مفتحين واجراءات طيبة واجراءات حسب القانون قانونية وكفوف وكمامات وحسب الاصول. اي ويرحبون باي معاملة تجي يرحبون بها. اكو روتين داخل الدائرة ولا لا؟ روتين يعني عادي حسب القانون. بداية نرحب بقناة الموصلية. قناة الموصلية دائما سباقة في طرح هموم المواطنين. بدأ دوام الرسمي في الهيئة العامة للضرائب بأمر من السيد محافظ نينوى. ندعو المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، لبس الكمامات والكفوف، علما أن نسبة الدوام 25%. لذلك نهب المواطنين الكرام مراجعة الدوائر التزام بإجراءات الوقاية. شنو الإجراءات اللي قمتوا بها داخل دائرة الضرائب؟ يعني مثل التعفير طائركم أو أي شيء؟ قامت دائرتنا بتعفير بناية الدائرة تقريبا 4 مرات في الأسبوع بالتعاون مع مديرية صحة نينوى ومديرية الدفاع المدني بالإضافة إلى جهود الإدارة. أجل نعم، وضعنا آلية أن إجراءات بالاستعلامات فحص المواطنين جهاز الفحص، وبالإضافة إلى ذلك لبس الكمامات والكفوف. يعني أي شخص ما الكمامات ما يدخل الدائرة؟ أي شخص ممنوع دخول الدائرة بدون لبس كمامات وكفوف والتزام بإجراءات الوقاية الصحية كاملة. حاليا شنو تمشي يعني معاملات تمشي تتمشوا ولا أكو شيء متوقف؟ لا يوجد توقف أي شيء، كل المعاملات تمشي.